صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 2 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وجاء في المرسوم يشكل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم عضوية كل من الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائبا للرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الرئيس التنفيذي لصندوق العمل الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية رئيس جامعة الخليج العربية الرئيس التنفيذي لغرفه تجاره وصناعه البحرين وتكون مده عضويتهم في المجلس اربع سنوات قابله للتجديد